كما تعلمون دستور 2011 جاء بمقتضيات أساسية فيما يخص الاعتراف بالتنوع الثقافي وبالروافد المتنوعة للهوية والثقافة الوطنية. ومن بين الأوراش الكبرى المرتبطة بالتنوع الثقافي هناك ورشين أساسيين. الورش الأول يهم القانون التنظيمي اللي جعل اللغة الأمازيغية تصبح متداولة في مجالات أساسية من الحياة العامة. والورش الثاني يهم المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية. وشرعنا في وزارة الثقافة بالعمل من أجل صياغة ميثاق وطني للثقافة واللغات. ونحن اليوم في المرحلة الأولى في إعداد وثيقة مرجعية التي تصبح وثيقة للتداول والنقاش مع كل الفعاليات الثقافية الوطنية من أجل صياغة هذا الميثاق. سنشرع في هذا الحوار الوطني والقطاعي ابتداء من أواخر شهر سبتمبر، وأملنا هو أن نصل إلى ميثاق توافقي لميثاق الثقافة الوطنية واللغات في أواخر شهر نوفمبر، وستكون وثيقة مرجعية لصياغة القانون التنظيمي الذي سيؤسس لهذا المجلس. في هذه الشهور الأولى لهذه الحكومة شرعنا في وزارة الثقافة على إعادة النظر في مجموعة من القوانين والمراسيم التي تؤثر دعم الإبداع الفني والثقافي. وكل التعديلات التي قدمت هي أساسا لإعطاء معنى للتنوع الثقافي واللغوي دون إقصاء، لجعل كل اللجان مثلا التي تسهر على دعم المسرح، على دعم الموسيقى، على دعم الكتاب، على دعم الفنون التشكيلية، على دعم كل التعبيرات الفنية تكون لها دراية بالتعبيرات اللغوية المختلفة حتى لا يكون هناك أي إقصاء. الإكراه الأساسي هو الوقت. الوقت لأن لنا مشاريع متعددة، لا على صعيد البرنامج القطاعي اللي سنة 2012 لوزارة الثقافة. اليوم تعلمون أن لنا وثيقة مدققة تجعل من ميزانية وزارة الثقافة هي أساسا ميزانية برنامج، أي بتدقيق كل العمليات وبتدقيق أجل تنفيذ كل العمليات. إذن لنا هذا الورش الأساسي لتفعيل الإدارة كانت مركزية أو جهوية لبلورة كل هذه الأولويات التي سطرناها بكيفية تشاركية، لا مع الإدارة المركزية والجهوية ولا مع الجمعيات الثقافية التي تعمل في الحقل الثقافي والفني. منذ عقود بعد الاستقلال كان هناك فكر مهيمن قومي عربي يرفض كل نقاش حول التعدد اللغوي ولا التنوع الثقافي الوطني، وكان هناك نقاش حاد في الصحف وفي الحياة العامة حول قضية التنوع الثقافي التي كانت تعتبر آنذاك كخطر على الوحدة الوطنية. الفترة الأساسية التي جعلت الدولة تنهج مقاربة جديدة هي سنة 2001 مع خطاب الملكي لعيد العرش 2001 وخطاب أجدير في نفس السنة، التي جعل من شأن القضية الأمازيغية قضية وطنية بمفهوم أنها تهم كل الوطن، كل المغربيات والمغاربة وليس فقط الأمازيغيين إذا صح التعبير، لأن كنا أمازيغ في الأصل. هاد اللحظة الجديدة كانت بمثابة نجاح للمطالبة بالاعتراف بهذا التنوع الثقافي واللغوي، ولكن جيوب المقاومة الذين كانوا يرفضون كل نقاش على هذا التنوع الثقافي والاعتراف بالأمازيغية كرافد أساسي من روافد الهوية الوطنية لازالت متواجدة، ولو تراجع الصدى
صداها داخل المجتمع لا زالت متواجدة، ونحن الآن في حاجة إلى نقاش صريح بين كل المكونات حتى نجعل المغرب يدخل في فترة جديدة اللي كما جاء به الدستور اللي جعل للثقافة تكون لنا ثقافة وطنية موحدة غنية بتعدد الروافد. المفهوم ديال الثقافة الوطنية هو ليس فقط قبول الآخر بل جعل الآخر جزء من هويتنا وجزء من ثقافتنا. هذا ورش مهم لأن لإدماج اللغة الأمازيغية في الحياة العامة بدءا بالمجالات أكثر حساسية في المجال الحياة العامة هو أمر يطلب منا دراسة كل ترسانة قانونية وجعل هذه الترسانة تتماشى مع التوجه الجديد للاعتراف بالتعددية اللغوية والثقافية، وهذا ورش كبير يتطلب جهد كبير وقت وكثير من المسؤولية والرزانة في المقاربة التي ستمح لنا أن تكون لنا ترسانة قانونية لتعطي التنوع الثقافي معنى كامل، بدءا بما هي القطاعات ذات أولوية في الحياة العامة التي هي في حاجة اليوم وبسرعة إلى هذا الاعتراف بتنوع ثقافي.